السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا بعد ما شاهدنا المباراة وتكلمنا عن المباراة والناس تكلمت واحد منا وكل واحد منا كيفاش داخل، كيما شفت واحد ذاك ابو الحياة ذاك المخلص قلت غادي نذبحك نذبحك يا ودي بالله. أودي تشيتو وتحوس تربح منه وبعد تعاود تضرب منه وتعاود تولي كيما كان يدلو هاك بالماضي. ساوموني الناس في القناة، ما بغيتش نبيع حالتي عليك قناة، ما بغيتش ما نبيعكش أنا مع بالماضي. من بعد ضرب بالماضي بغيت نذبحك بالماضي. يا لي يا دي بطار يا لي كونار دي فويو. ايه بالخبرك تعاين فيه بالماضي، هو تقول بالماضي ما كاش بالماضي مالو يخسر انا معاه يربح انا معاه. اللهكم هاو شدوا هاو شدوا شدوا شويه شدوا شويه. اظن انه اذ اردنا ان نواصل رحلتنا مع في افريقيا وننافس على الالقاب، خاصه كان 2024، لازم اول شيء الاستغناء عن هذا المدرب به باللعبة تاعو اللي راه يجيبو ذوك اللعبة ذوك لا جايزة ذوك لازم غادا. انا نقولها لكم عدة لاعبي ابرزهم يعني هما راكم عارفينهم الذي اصبحوا عاهة ويعيق لها وين يعيقون الهجمات ويعيقون التمريرات ويعيقون يعني والتمريراتهم العشوائية وسقوطهم الغير المبرر في الكثير من الأحيان. كذلك بوداوي الذي منذ انضمامه للمنتخب لم يقدم ولا مباراة في المستوى الثاني يعني ثاني شيء أنه يتخلى نتخلى على هذا المدرب وعن اللعاب بثلاث لاعبين ارتكاز في وسط الميدان دورهم كله دفاعي وليست عندهم تلك النزعة الهجومية التي تعوض دور سفيان في غولي. ثالثا شيء أصبح مجيء حسام عوار أكثر من ضرورة لأنه ولا لعاب في المنتخب يمكنه القوم يعني قيام بعمل اللعاب وسط ميدان الهجومي. فمثلا اليوم في مباراة النيجر كان ينقصنا لاعب رقم 10 والذي يعطي تمريراته المفتاحية والتي منها الأهداف، تمريرات يعني فارس وين سألنا وين جات التمريرة منها تاع الهدف كان تمريرة تاع الهداف فارس الشعيبي رغم أنه ما كانش يعني دخل باش يلعب مينور ديجو دخل وين دخل منه يحوس كيفاش. أنا قلت لكم الهدف الذي سجل يعني بطريقة جهد يعني ماشي قضية تاع خدمها المدرب ولا لا 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 ما نكذبوش على روحنا شي مدرب لا لعاب جهد يعني شاهدنا كيفاش لا هو ماشي هو مسكين لا راكم غالطين. اللي يقول لك غير يعني نقول لكم بلي الناس غالطه يعني وين نقولوا بلي الهدف الذي سجل ما جاش بالرجع ما كل عبو ودي ليا ودي بالله لا ما نكذبوش على روحنا لا شاهدنا اللي ما كان والو مسكين لازم هي يعني وين نقولوا بلي اليوم تكلم نتايا على اللعابه وتكلم ماراكش نتا ما انا ما نعتبركش نتا كي تهدر كيما هكا ما نعتبروكمش اعداء ولا انا شو كاين بزاف ناس انا شوفوا لي باج خرجوا داروا شافوا بلي كانوا غالطين كانوا يشوفوا بلي المدرب هو التاكتيك العالمي فاقوا كاين بزاف ناس فاقت بلي هذا ما راهوش تاكتيك عالمي على ذيك اليوم ناس فيها قلت يطاك يدير مشي طاكو فيه هم يقولوا له ساي حط ستيلو حط ورقتك وروح. انا نقول لكم اي ما كاشي صاحبي يعني ما يعني نقولوا باللي النيجر انقذ بمجهود فردي على بالك الهدف وليس يعني طريقة اللعب لأن أغلب المراحل اللعب كانت غير واضحة وغير مفهومة.
هكا هكا غادي تع... غادي بين جيب بين يلعب الالقاب بين يلعب من هذيك تاع بين يلعب العقد تاعي الالقاب هذه كاع مكاش. انا نقولها لك بالماضي ما دامك، انا نقولها لك دروك ما دامك الدور في السكتير تاع زاتشي وجماعه زاتشي والله الضو ما تشوفه تي بابوار. راني نقولها لك، راني نقولها لك ونعاودها لك، راك تعيا ود بلادي، راك تعيا ود بلادي والله تولي تسيبني خير من هادو اللي هادو اللي كانوا يشكموا لك، هادو اللي كانوا يشكموا لك غتشوف دارو. بصح نقولها لك ونعاود، ما دامك الدور مع في السكتير، السكتير تاع زاتشي اقسم لك بالله العليا مسيطرين عليك، ولي راه في راسك مناجر يمكن له. انا لا كرهت، انا كرهت منك، انا كرهت منك داخل في شكون هو مناجر داخل شكون منا داخل يا سيد الله العظيم لا بزاف. وعاد قال لي ها راه بوقرة عاود ولا بوقرة ولا بوقرة، انا ماذا بيا يقدر في ليكيب ناسيونال يقدر معاه مساعد، ماذا بيا يقدر مساعد بوقرة، ماذا بيا يخدم بوقرة مساعد معاه تكال تشوتي زعما كي ماذا بيا بوكرا يقلب مساعد معاه. قال يا راه بوكرا تقولوا بلي بوكرا عنده مشاكل، واه عنده مشاكل معاها او يغير منها، تولي الشعبي ولا يعيط بوكرا ما جيت بوكرا ما جبوش، تولي غادي يقولوا لا ما نحتاجهش شاك طمطم، ولا جماعته اللي دايره يقولوا له جيب بوكرا ديرها معاك خاطر يعرف خير منك، خاطر كاين جماعه اللي تقعد مع جمال بالماضي يعني يقولوا له بلي انت ضعيف جيب فلان خير منك هو يساعدهم يسكت. انا نقولها لك انت مخلي، انت مخلي واحد كيما الحق مع كي يسموه مع حافظ الراجي، انت جايب واحد مبليسي تلعب فيه ويقول لك قلنا ما على باليش بلي مبليسي، قلنا ما على باليش بلي مبليسي، قلنا والله العظيم قلنا بلي ما على باليش، كيما نهار اللي مطرد من براست قلت لنا ما على باليش. يا ودي هي الناس كانت ساكته، حنا الحمد لله ربي هدرناها في وقتها. انا جامي شفت مدرب ايكيب ناسيونال راح جاب لعاب ما عندوش لا ليسونس، كان فاسخ العقد تاعو مع قطر القطري ولعبتو في الكوب دافري، هذه تبان بلي كاين او يا ودي. المهم حنا الله اي تحيه نقولها لكم الثاني، تحيه بلايلي في تعون بقاو هكا بلا انا مع بلايلي، تحيه بلايلي انا اللي عارف عليه نقول تحيه بلايلي، ولي ولدات امو يوخر بلايلي من ليكيب ناسيونال، لي ولدات امو يوخر بلايلي من ليكيب ناسيونال. انا نقولها لكم لي ولدات امو ولي تاكل على روحه بغا مدرب، بغا ليكان في الجزائر لي ولدات امو يروح يخرب في بلايلي، يروح يقول هذا بالماضي وخرب بلايلي بالماضي صغار يولي بتيت هاكا يولي صغير على بالي شكل صاحب على بالي شكل تحيا بلايلي يا بالتالي انا مع بلايلي كادر بلايلي قادر بلايلي قادر غادي تضرب فيها سند كيما هكا اي قولوا له يعني الاستقاله تاعو يروح هي على بالماضي قولوا له يعني الاستقاله تاعو يروح قولوا له يعني الاستقاله ويعني الاستقاله يروح. انا نقول لكم انتوما ماكم عارفين والو، انتوما ماكم عارفين والو، ها بلايلي مبليسي في اجاكسيو جا لعب ولا ما جاش لعب، وبلايلي كوما يلعبش زعما نهار الاثنين على بالكم شتا هي لا، ديروا حسابكم راه من الخميس هو قاعد حدا بلايلي عند ركبت بلايلي دلوقت. بلايلي خويا الله بغيت ربي، بلايلي خويا الله بغيت ربي ما تبهدلنيش قدام الله بغيت ربي، بلايلي خويا ويوكله في الفلو هاك قلت بلايلي خويا هاك قلت بلايلي خويا الله بغيت ربي بلايلي خويا قسما بالله لا كيما نقول لكم يا حسرة يا بوك البايه شغال
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله بربي دائما معكم جديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو.